نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا بنتابعها بشكل يومي، وشفنا ارتفاع طبعا غير مسبوق في كل حاجة، طبعا نسبة التضخم اللي عليت، أسعار الطاقة، المواد الغذائية اللي علاقة طبعا بالتضخم، كل الحاجة الحقيقة، والذهب. فالذهب بقالنا فترة وإحنا متابعين ارتفاع يعني تاريخي حصل، لكن الكام يوم اللي فاتوا في تراجع في أسعار الذهب. خلونا نفهم التفاصيل، إيه اللي بيحصل في سوق الذهب تحديدا، ونسبة التراجع، ودي مستمرة معانا لحد فين، ولا دي يعني وده وضع مؤقت. معانا على التليفون دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب. مساء الخير دكتور ناجي، برحب بحضرتك. نوري يا فندم، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. ربنا دكتور ناجي، يعني ايه اللي بيحصل بالنسبه للذهب؟ التراجع ده ايه اسبابه؟ هو حضرتك الذهب ارتفع ارتفاعات قويه جدا الاسابيع الماضيه، لدرجه انه وصل 1280 جنيه عيار 21، وده سعر لم يسبق له أن يتحقق على مدى السنوات الماضية. وبنجد أن يعني الأسعار العالمية انخفضت من 1850 وصلت 1800، ففي بعض التراجع، أو نقدر نقول الأسعار ريحت شوية، بقت حوالي نقدر نقول 1080 النهاردة عيار 21. انما طبعا يعني لو بصينا كمجمل، لا الذهب خلال الشهرين اللي فاتوا لا ارتفع ارتفاعات قويه جدا. يعني من شهرين كان الذهب بالظبط ب 880 جنيه، فحتى لو قلنا من 880 ل 1080، فاحنا كده عندنا يعني يعتبر ارتفاعات، برضه ارتفاع قوي بالنسبه لسعر الذهب. بس برضو الكام يوم اللي فات دكتور ناجي، مع الارتفاع الكبير اللي احنا بنتكلم فيه قبل التراجع، يعني من كتر حجم الطلب والاقبال على شراء الذهب، كنا تابعنا اشاعه ان سوق الذهب واقف. طبعا الكلام ده طلع غير حقيقي. لا غير حقيقي تماما. وتقال لنا ساعتها ان احنا مالناش دعوه بقى بالاسعار العالميه، لكن احنا السوق وده عرض وطلب، ونتيجه للاقبال ارتفع السعر. لا هو طبعا كان في اقبال قوي جدا على الجنيهات والسبائك، لان احنا ما ننساش ان الذهب زي ما الدول بتعتبره احتياطي استراتيجي للبنوك المركزية، برضو الافراد بتحب تقتني الذهب، خاصة في صورة السبائك، ملاذ امن. يعني والذهب بمخزن قيمة جيد جدا. وطبعا مصر من الدول اللي اهتمت جدا برفع الاحتياط الاستراتيجي، والبنك المركزي المصري رفع الاحتياط الاستراتيجي ليه حوالي 44 طن، وده شيء جيد جدا، ويحسب للبنك المركزي كفكر رائع وإدارة ناجحة جدا جدا، لان ده مزيد من الاحتياط الاستراتيجي، بيدي مزيد من القوة للعملة المحلية. واحنا نأمل ان الاحتياط الاستراتيجي المصري يوصل يتخطى ال 500 طن كمان، لان ده بيدي قوة اكتر للعملة، للجنيه يعني. طيب على مستوى المواطن العادي اللي اشترى والاسعار كانت اكتر من كده بكتير كمان، ودلوقتي في تراجع، يقول لك طب هو انا اشتري ولا استنى؟ انتم متوقعين ريتكم ايه للسوق؟ بص حضرتك الذهب، يعني الذهب موجود من ايام الفراعنه، من ايام توت عنخ امون، مش هيجرى له يعني الذهب حتى لو الاسعار ريحت شويه او هديت قليلا او كده، انما يعني الذهب من خدي بال حضرتك من سنتين كان جاب ارتفع لغايه 985 جنيه، ويمكن انا قلت لحضرتك الكلام ده، ورجع هديت الاسعار لغايه حوالي 750 جنيه، ورجعنا تاني جاب 1000، مش 1000 يعني، تخطى ال 1000 جنيه وال 1100 وال 1200. فالذهب عمره ما يعني كاستثمار هو انجح الاوائل الاستثماريه، وعلى المدى الطويل والمدى القصير ايضا هو يعني دايما بنقول اللي اشترى ب 700 باع ب 800، واللي اشترى ب 800 يقدر يبيع، انما لو اللي اشترى حتى ب 1100 ولا 1000 عادي الاسعار يعني ممكن. انما مين اللي يكسب اكتر دلوقتي، اللي يبيع ولا يشتري الذهب؟ لا اقتناء الذهب في اي وقت مكسب، لان اقتناء الذهب اول حاجه مخزن قيمه موجود، ونقدر نقول ان هو يعني نقدر استثمرت يعني النقود فيه. فبالعكس يعني ما فيش حد اشترى ذهب على مدى القصير او المدى الطويل، هو بالعكس الذهب دايما انا احب اقول ما بيزعلش حد يعني، على وممكن في ثانيه واحده تبص تلاقي يعني الاحوال العالميه ما هي مش مستقره، والازمه الروسيه الاوكرانيه وخلافه والحروب الاقتصاديه اشد ضراوه من الحروب العسكريه كمان، فنجد ان تبص تلاقي الذهب ممكن منتهى السهوله
يرتفع. يعني النهارده البورصه العالميه صفحة الصبح انخفضت حوالي 20 دولار، حاليا ارتفعت حوالي 35 40 دولار، والذهب دلوقتي رجع تاني 1820 ويقارب ال 1850. الوضع ده غير مستقر، فمحدش عارف يعني يستشرف فإنما ويرى الذهب الذهب قيمته فيه. اكيد طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب.